مساء الخير، النهاردة نتعلم ازاي نعمل شنطة من حاجات موجودة في البيت. هنجيب رول المناديل القديمة وأزايز فاضية ونقص 3 دايرات. بعد ما نلزقهم بشمع كويس نبدأ نعمل سلوتيب حوالين الأزايز دي كلها. بعدين نلف اللي عملناه بفوم أو ورق قديم، نتأكد ان احنا لزقناه كويس. هكذا الشكل بيبقى زي ما انتوا شايفين. نبدأ نجيب قماش قديم ونعمل بقى الكفر بتاعها. انا جبت جينز قديم وقصته على شكل مثلثات. بدأنا نخيط الاجزاء دي كلها مع بعض. نبدأ نزينها بدوائر او اي شكل انتوا عايزينها. ده شكل الخيط من جوه. نبدأ بقى نخيط كمان معاها الاجزاء الجانبية. بعد ما نخلص خياطة نقلبها على ظهرها ونبدأ نحشيها. نحشيها بقطنة او فايبر اللي موجود عندنا. نبدأ نزينها من بره بأي شريط ستان او اي شكل انتوا عايزينه. بتمنى تكون عجبتكم الفكرة، ولو انت اول مرة تشوف القناة اعمل سبسكرايب ولايك وشير. ما تنساش تضغط على الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة. شكرا، اشوفكم فيديوهات تانية قريب. باي باي.